السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في موقع اسمه انجز بيديك كول باور بوينت مجانية، وفي حاجات خاصة بالسيرة الذاتية والتقارير ومواضيع جاهزة بتسهل عليك الشغل. فلو عجبك أي حاجة من الحاجات ديت ممكن تروح دايس عليها وديك الحاجة، وتقدر انت بس تعدل زي ما انت عايز. يعني هو بيديك الكول الفارق وانت تكتب فيها اللي انت عايزه. هو بيشرح لك محتويات الطالب وإصدار الأوفيس الموصي به ومميزات القالب، ولما بتحمله بيجي لك فاضي او بيجي لك مثلا في كلمة العنوان الرئيسي، فانت تكتب مثلا الاستدامة وتبدأ تعدل الكلام وتبدأ بيبقى معاك حاجة بروفيشنال. هتلاقي عندك حاجات لعب ومطويات فارغة والحاجات دي جاهزة ان انت تحط الصورة اللي انت عايزها وتحط الكلام اللي انت عايزه بأسهل الطرق. طبعا تعالى نشوف السيرة الذاتية. هتلاقي حاجات بالعربي وحاجات بالانجليزي، كل لك ان انت تكتب بس الاسامي، الاسم بتاعك والوظائف بتاعتك، وعايز تحط الصوره بتاعتك وهكذا. يعني تبدا تدخل بس ايه البيانات بتاعتك. في خلفيات الباوربوينت، في انفوجرافيك، في شخصيات كرتونيه تقدر تحملها وتقدر تعدل عليها وتشتغل عليها بالاشكال ديت.